البنات واحد الخبر، واحد الخبر كلكم كلكم حصري ولأول مرة في تيك توك عبر مواقع التواصل الاجتماعي. سكتي الزوج ديال غزال غادي يجي وغادي يبان وغنشوفو كاملين. اوه غنشوفو عزيزنا واخيرا مسيو بانا. نسي بانا ومسيو بانا اش تقولوا لي؟ نسي بانا نسي با نسي باكم اليوم غتشوفوه. المهم البنات راجل غزال غادي يجي وغادي نشوفوه حتى هو غادي نبرزوه. البنات شوفوا والله تتحمست انا واش ما غتعطينيش شي شوار نوض صبيه شعري؟ اختي راه واش شي شوار نوض صبيه شعري؟ ما غاتبلا ماكياج ديال العروسه خلصوني انا بالرجوله. خلصوني بالرجوله 500 درهم ما دارت لي ميكاب ارتست. والله حتى كنصايب انا ماكياج تبارك الله شعرها كيطلع بكاب كيطلع وار ما فهمتش انا ما زكعتش ما صايبتش انا شعرها. ضربوا لي على مرات خويا جالسه كدير الميك اب. وشوفوا دابا غنشوف الباليت اللي بغيت غنهزها وما سوقت حتى واحد. هادي زوينه ونشوف ما فيهاش الخضر. هادي فيها الخضره ديالي غندي ان شاء الله. بنات المهم انا دابا راني كنصيف في شعري سخفت ما عرفتش منين نبدا. البنات دابا اللي ما لقاتش طالون شنو دير؟ شوفوا واش لبست. شوفوا غنمشي دابا غنشري طالون. عرفتي هادوك جوج الصحابات اللي ما كيحملوش العروسه هما هادو تيبقاو ينمو فيها وما هادو هما ماشي ما فيها الحلاقه اي وحده داخله هما تيجيو وتيجيو بكري. لا لا شو وكيجيو بكري باش كيشدو بلاصه القدام. عمري والله تيجيو زوينين بالله. شو كيجيو فنين. شوفوا لي عاود ثاني داك الشيء اشات الشيء. شوفوا ساره كي جات. لا لا دابا حنا كنتسناو الفرقه اللي جات باقي ما بغاوش يهبطوا. فيكم يا ولاد بلادي وصحاب الرماعة يا عندي وحدة يا فزين هاربة. البنات شوفوا لبسنا لبسة واحدة أخرى. العروسة طلعت تبدل بقينا هنايا غنجري الناس غادي يعطوا يلقاو الناس اليوم هنايا. رابا بلا ما تشوفي فيا رابا بتسد عليها السنسور بدات كتغوش بدات كتبكي لينا حنينه البنات تغيش بدات تبكي راه بقى كيبان ليا غير حيطه صاحبتي حق الله. وبعدا شوفوا كيفاش تسد عليها السنسور واش لابسه بعدا باش تسد عليها السنسور عجباتها وهي تسد حيت المضمه حيت تكون. شوفوا دابا راه هو السنسور شافها بحال هكا عجباتها وهي تسد قالها والله ما تخرجي يا ليا يا سيدي ربي. عرفتوا منين وحل بيا لاسانسور بقيت كنحيد كل شيء. علاش؟ صافي كنقول راه مولا متقلن عليا باش ما تخنقش. ناري 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 حيت فايت تسد ولكن انا غير الحيطه ساعه عندي كون كان عندي التليفون كون صورت عرفتي بقات فيا بدات كتبكي حنين بغيت نزيد نبكي وما هزتش معايا التليفون وكنت نهبط بوحدي في لاسانسيغ وهي تجي ديك السيرفيس كتجري قالت لي عافاك نهبط معاك قلت لها زيدي كون ما هبطاتش معايا هي كون مت. ناري 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 ربي كتب لي عمر جديد. ربي معك ربي معك باش نوريكم التكشيط على الزرقاء. ايوا شو مسكينه راه باب لطف الله بها مسكينه وهبطت السنسور عجباته يمكن. المهم ماشي هو كيف هادي اللي كدوي معاكم واش شاف ربي السي الميكرو الميكرو. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. لا لا راه خاصك ديري فمك هكا هكا كدير ليه. صافي الو السلام عليكم كيفاش تدوي معاكم؟ شاف ربي السي داير النوفته وداير التكساس وداير الحناك ومقطعه شويه من الودنين ايوا هذا وهذا الكركور
واخيرا العروسه وصلت الزرقاء غتعشى هيا شيا بلعني راه هيا شيا دابا غادي يطلع الطيفور جمال بنات غزال دابا غادي تلوح ليهم لي برودوي بلاصه اللور وغادي تشوف شكون اللي غادي يتزوج موراها. انا راهي اكثر وحده متحمسه دابا وبنا زادت القدام صافي جوج جري الهنديه جري الهنديه جوج علي علي داك شويه صاحبتي هادشي يا صاحبتي هادشي يا صامت صامت أمجد ديزولي حبيبي بسم الله بسم الله واخر غني كلنا وكيف موت الجوع ما غادي ناكل ما نمشيش للفمي بها ونحط حدايا رقم الزكار رد من الباب تاكل اي حاجه تاكل اي حاجه قدامك تاكل انا نقول لك دابا احساسي شنو احساسكم دابا قالت لك هذه درتي لها بحال هكا انت لها تاخذها دابا انا اي طرف يجي فيا ناكلو هاني هاني شطه بصيلي هاني كلشي باين ناكل دابا انت ماشي كتمضي بسم الله خويا تهلات فينا راه دايره لينا بزاف الماكلات البنات واخيرا سالينا عشان راه كنحس بواحد العيا ما يمكنش عارف شنو كنحس براسي مهدوده اول حاجه غادي ندير عشان ماكلينا بزاف كلت البسطيله كلت الدجاج صافي تقلت اول حاجه غادي ندير غادي نحكس نياتي بالدونتيفريز ديال البيوميد غادي نشلل به فمي ماشي غير نحكس نيات باقي غير ناكل المهم غنشلل به غير دابا فمي باش تحيد لي ريحه الماكله من فمي وحتى نبغي نعس وعاد غادي نحك به سنيناتي ان شاء الله هذا صغيور ومطور تهزيه معاك في صاكك فيه جوج في واحد شوفوا البنات ما غندير ماكياج وجهي ما غندير حتى شي حاجه غادي نمشي دابا نجلس ونمونطي لكم الفيديوهات كامل اللي غنحط لكم في الانستغرام البنات شوفوا مبقى لنا والو على 300 ان شاء الله بغينا نكملوها صافي هادشي اللي بغيت نقول لكم اختي والسلام عليك قبل ما ندوب لكم وانا سكر السنيده راكم عارفين اني كندوب دغيا هاد المرايه هادي بنت لي بحال شويه معلكه خاصني نضرب لها شي مصحه